يا صباح الخير والسعادة والأمل والحب على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل مشاهدين برنامج بيت أميرة. يا رب تكونوا بخير. النهاردة حلقة جديدة من برنامج بيت أميرة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. بقول لكل الأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رجب، وإن شاء الله بإذن الله اللهم بلغنا رمضان، وكل عام وأنتم بخير. في مبادرة من الرئيس السيسي اسمها هدية الرئيس، هي عبارة عن مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة لسيارات جديدة. يعني تروح تودي عربيتك القديمة تستلم عربية جديدة، وكل ده في مكان واحد. يعني الشر العقاري موجود، العربية هتحطها في نفس المكان، وده كلها المبادرة دي موجودة وما زالت موجودة. ودايما بنشكر الرئيس وبنشكر كمان حزب مستقبل وطن اللي دايما أفعاله كتيرة ودايما شغال على صحة الناس، وعلى يعني دايما بيحس بالناس دايما. النهارده معانا الشيف اللي منورانا، ويعني هنستمتع باكلاتها الجميله، الشيف نوال شويخ. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الله يسلمك، منورانا حضرتك، ربنا يخليكي منورانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بشكر قناه الصحه والجمال على استضافتها ليا، وبشكر كمان الاستاذه اميره، ويا رب اكون عند حسن ظنكم ويا رب الاكلات تعجبكم. وهنبدا النهارده نعمل وجبه غذائيه متكامله. هنعمل ايه؟ هنعمل رز بسمتي بالخضار وصدور الفراخ. المقادير بتاعتي هو الرز البسمتي، احنا برضو المقادير تنزل على الشاشه لو سمحتوا يا جماعه. انا غسله الرز البسمتي اهوت ونقعاه، وبعدين معايا صدور الفراخ مقطعاها اهوت، مقطعه بالشكل ده. هي صدور فراخ رومي، تقدري تعمليها تقدري تعمليها باي صدور فراخ، بس انا كان متوفر عندي الصدور ديت، انا قطعتها شرايح كده. ومعايا كمان البسله وفاصوليا، تقدري تحطي بروكلي، تقدري تحطي اي مكونات انت عايزاها. انا اكتفيت بالبسله والفاصوليا خضراء وجزر، ومعايا كمان فلفل الوان. الحاجات دي بتشد، لو في اطفال بيبقى الالوانات دي بتجذبهم. ايوه بتدي نكهه وحاجات مميزه. ومعايا كمان التوابل بتاعتي، حاجات مميزه ان شاء الله. انا بستخدم خلطه الكبسه المطحونه، معلقه كبيره من خلطه الكبسه المطحونه، معلقه كبيره من الملح، معلقه من الفلفل والكزبره والكمون. ومعايا ماده دهنيه، تقدري تستخدمي سمنه او زيت، انا حاطه سمنه على زيت. ومعايا بصلايه، ومعايا طماطم بوريه. معايا حله على النار، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. احنا هنحط السمنه الاول ايوه، اي ماده دهنيه حضرتك عايزاها، سمنه زبده، انا حاطه سمنه مع زبده. وبعدين هنزل على طول بصدور الفراخ، وبعدين احط لها التوابل بتاعتها. هي بتبقى وجبه غذائيه متكامله، فيها الخضار، فيها النشويات، وفيها البروتين، وفيها الخضروات. احنا الايام دي عايزين اي حاجه متكامله بجد. أيوة يعني ربنا يبعد عننا الوباء يا رب. اللهم امين، اللهم ارفع عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم امين يا رب، ويجعله شهر مبارك علينا جميعا. اللهم امين. وكمان مستضافيني في اول ايام رجب، اللهم اعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات. اللهم امين. ويكون حلقه جميله وشيقه وممتعه، واتشرفت جامد بمعرفتكم، ربنا يخليك. معايا الحله اهيت على النار، هنزل الاول بصدور الفراخ. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هتشوحيها الاول؟ ايوه هشوحها الاول، وبعدين احط لها التوابل بتاعتها. يعني لا، بعد ما تاخد الاول الصدمه مع السمنه والزيت بتاعي. تمام. سواء فراخ سواء اي حاجه بتحط لها اول تاخد الصدمه مع الزيت والسمنه الاول. تمام. وبعدين التوابل بعد شويه احطها، وبعدين احط لها البصل والحاجات بتاعتها. تمام اهوت. هنرجع لك تاني يا شيف، بس علشان نسلم على الاستاذه اللي منورانا ومشرفانا النهارده. تمام، ثواني. الاستاذه فاطمه جمال. ازيك يا استاذه فاطمه؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا طماطمايه، عامله ايه؟ الحمد لله منورانا النهارده، وحاجاتها جميله وممتعه. احنا عايزين الكاميرا تجيب برضك الحاجات والاشكالات الجميله دي. فاطمه زي ما بتقولوا كده يعني فنانه شامله، يعني كل حاجه. عرفينا بقى ايه يعني انا شايفه يعني ما شاء الله اغاني، قران، كروشيه. سمعينا برضك الاول حاجه دينيه كده، هنبدا كده يعني لازم نبداها كده. يعني عايزين حاجه من القران الكريم في اول يوم رجب كده يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. النهارده كده يوم جميل بصوتك وبالحاجات الحلوه وبالشيف اللي منورانا بجد والله يوم جميل جدا. كل سنه وانت طيبه وكل اهلك بخير وباباكي بنوجه له تحيه طبعا. كان نفسي اكون موجوده النهارده بس ظروف الشغل معلش والامتحانات وكده فبقول له على الهوا اهو كان نفسي تكون موجود. ربنا يخليه لك يا رب دايما. عايزين نبدا بقى معاكي. مين اللي حببك في الكروشيه؟ يعني الكروشيه برضك حاجه تحس ان هي متعبه وكمان اول الغرز بتاعتها برضك صعبه ولا سهله؟ عرفينا برضك بالنسبه لك صعبه ولا سهله؟ بالنسبه لك في الاول كانت صعبه. اما بدات انا اتعلمت في ثالثه ابتدائي. مامتي الله يرحمها كانت بتشتغل كروشيه وكنت بتعلم في المدرسه. الله يرحمها. بس ما كنتش حابه المجال قوي يعني. اتجهت بقى للرسم والاشغال الفنيه بجميع انواعها، كرتون و الفوم، اي شغل زي المكرونه كده. يعني شفتوا يا جماعه بجد يعني ده شكل من الاشكال اللي عاملاها. دي مكرونه، دي صينيه بالمكرونه كاتبه عليها ايه بقى؟ طماطم هاند ميد. طماطم هاند ميد ده الاسم بتاع البيج بتاعك صح؟ يعني بجد جميله جدا وحتى الرسم بتاعها تحفه. واو ربنا يخلي حضرتك. انا ما كنتش حابه الكروشيه في الاول خالص او ما كنتش متجهه ليه. بس من سنتين بالظبط بقى يعني بدات ان انا عايزه اعمل حاجات لنفسي، عايزه اعمل شنطه لنفسي، كوفيه لنفسي. بدات ان انا ادخل لقيت ان انا اديته كل مجهودي تقريبا يعني. حبيته هو اكتر حاجه بصراحه. عيلتي بقى كلها كانت بتشتغل كروشيه وتريكو وكانوا فاتحين اتيليه. عمي وبابايا كان بيشتغل تريكو وعمتي كروشيه وعمتي استاذه في التريكو. كل حاجه وكل حد متخصص في حاجه. وعمي الله يرحمه كان بيرسم بورتريهات وكده. فتقريبا انا خدت منهم يعني الكلام ده وراثه بقى يا جماعه يعني. مين اللي شجعك؟ ولا المجال كله يعني ايه البيت كله؟ هي زي ما قلت لحضرتك يعني بابا او العيله كلها اصلا دي حاجه عندهم كده معروفه، موهبه كده عندهم. فبابا كان مثلا لما ارسم او اما اعمل اي حاجه يقول لي انا هشوفك ان شاء الله في المستقبل حاجه كويسه إن شاء الله وهتبقي موهوبه إن شاء الله. والحمد لله انا بشكره ان هو وصلني للي انا فيه ده دلوقتي ان شاء الله باذن الله. وحابه اشكر حد تاني. اشكري اللي انت عايزاه. والدة نادين صاحبتي بعتبرها امي الثانيه وبقول لها على الهوا ان انا بحبها جدا جدا جدا. وشكرا ليها وبجد هي بتعتبرني مش عايزه اقول اكتر من بنتها بس زي بنتها بالظبط. احنا برضو بنشكر اصحابك جايين برضو من اخر الدنيا عشانك وكده بنشكرهم طبعا. حابه تشكري اي حد وجه له الشكر يعني ايه؟ احب اشكر بابا وعيلتي كلها واشكر ماما صاحبتي اللي قلت عليها طنط عزه. تمام. واحب اشكر مروه صاحبتي اللي بتصور شغلي اللي لولاها ما كانش شغلي هيطلع بالجوده دي. يا ترى بتختاري تصاميمك ازاي؟ يعني التصاميم كلها بتختاريها من على اليوتيوب مثلا بتشوفيها وبتختاريها؟ ببقى قاعده مثلا على الفيس شفت واحده عملت الايس كاب ده عجبني حابه ان انا اقلده. ممكن يعني اطور فيه الايس كاب ده برضو يا جماعه. ده تطريز انا لسه متعلماه ما كنتش بشتغل تطريز. دي اول حاجه عملتها. دي تطريز وشكله جميل جدا. دي كانت تاني مره امسك فيها الابره على فكره. صاحبتي علمتني وانا قلت ادخل على طول. جميل وشكله جميل. الواناته حلوه يعني مع اللون الابيض. انت بتختاري اللون بيديكي ضجه تانية زي ما بيقولوا كده. هو الصراحه صاحبتي بيختلف معاكي. ايه اكتر حاجه بتطلب منك؟ هو يعني مش حاجه معينه، لان انا دايما بعمل حاجه اجدد. يعني انا مثلا عملت شنطه، المره الجايه بعمل مفارش، المره الجايه، فما فيش حاجه معينه، لان كل مره بدخل في مجال جديد والحمد لله بعمل حاجه احسن فبتطلب. ما فيش حاجه معينه بتطلب كتير، لان انا دايما بنوع في شغلي. كل التقطوقات الحلوه دي والله ما فيش لون ما عجبنيش. يعني شوفي يا شيف، شوفي يا شيف، لا ما ينفعش كده. احنا شمين الريحه اصلا وجعانين. تسلم ايدك انت من حالا يعني. دلوقتي انا هضيف بقى ايوه عرفينا كده. اول ما الفراخ بتاعتي خدت تشويحه، اول حاجه هضيفها البصل والثوم، لان بشم ريحه البصل والثوم معايا كده. تمام. انا هقطع البصل بطريقه عشوائيه، مش شرط يكون ناعم. تمام اهوت. وبعدين هتاخد معايا يا دوب بس البصله تدبل، احط الخضار بتاعي اللي هو الفاصوليا والبسله والجزر. تقدري تحطي بروكلي، تقدري تحطي مشروم، تقدري تحطي اللي انت التوابل اللي انت عايزاها. تمام. هي بس الفكره بس كده معايا اهوت. على طول هضيف التوابل بتاعتي اللي هو الملح والفلفل والكركم اهوت. ومعايا كمان خلطه من بتاع الكبسه، خلطه مطحونه. الخلطه دي المطحونه دي بتبقى جميله جدا. وبعدين على طول انا هحط بقى ايه اخر حاجه خالص، هحط الفلفل الالوان عشان يفضل محتفظ باللون بتاعه. وكمان الخضره هسيبها للتزيين اهو. الخضار بتاعي يا دوب هيتشوح شويه صغيرين خالص، وبعدين ابدا احط الرز. ممكن اي خضار احنا بنحبه؟ ايوه كل اي نوع خضار حضرتك بتحبيه. تمام. هي الفكره بس تقدر تحط اي خضار. هو يا دوب الخضار يدبل معايا. هحط بس معلقه من الطماطم البوريه، انا مش عايزاها احمر، انا عايزاه يا دوب اصفر بس. القناه بتاعتك اسمها ايه عشان يعني؟ القناه بتاعتي مطبخ نوال شويخ. كل ما هو جديد وعلى قد الايد. طبعا في ناس كتير بتطبخ وناس كتير بتعمل اكلات، بس انا المطبخ بتاعي بيتميز ان هو ايه ببسط الامور. مش كل حاجه اقعد اشترط ان توم باودر، بصل باودر، زعتر، اللي موجود بعمل ايه الحاجات التوابل اللي موجوده كلها في بيوتنا. ببسط يعني، مش بقعد اضخم المقادير والحاجات. وارجو ان تتابعوني على قناه مطبخ نوال شويخ، وليا الشرف ان انتوا تنضموا معايا ان شاء الله. ويا رب الحلقه تعجبكم. انا كده اهوت حطيت الخضار. هتزودي ميه او كده ولا هتسيبيه؟ انا هزود الميه، هيتشوح بس الخضار. تمام. هياخد بس الطعم بتاع البصل والثوم والصدور دي معايا، ويا دوب هحط الميه واحط الرز، واسيب اخر حاجه الفلفل الالوان والخضار البقدونس عشان ايه ازين بيه الطبق عشان يفضل محتفظ باللون بتاعه. تمام. يا دوب احط الميه تغلي واحط الرز وانا معاكم. ايه يا بطوط، ايه شم الريحه معايا؟ احنا معانا الفيديو بتاعك، معانا الفيديو اهوت. وعايزه بس اوريكم حاجات صغننه كده يعني دي بوك ماركس وميداليات وحاجات. دي اهي يا جماعه ميداليات وحاجات جميله جدا، ودي ميداليات صغننه صغننه جميله جدا. وده شال، ده شال شفتم؟ نجربه. لازم نجرب الحاجه يعني. لا بجد، واشكالات والوانات والله العظيم ما فيش لون الا وقلت عليه جميل يعني. ربنا يخلي حضرتك. طب ده شغل ايه؟ ده خيط اسمه خيط الشعر، هو بيبقى خيط كده يعني. تقريبا انا جربت جميع انواع الخيوط يعني. لا بيفرق معاكي يعني ولا بتشتغلي عليه عادي؟ لا بشتغله يعني زي العادي بالابره، بس بكبر الابره شويه علشان الخيط بيبقى شعر كده زي ما حضرتك شايفه. فبكبر الابره عشان بيدي كمان، ويعني بيتعمل بسرعه اسرع من خيط الصوف العادي. دي سجاده صلاه للاطفال الصغننين زي ما انتم شايفين كده اهي، جميله خالص. ممكن بدي على فكره بدي ممكن نشجع اطفال كتير ان هي تصلي يعني بجد فكره جميله يعني بتصلي عليها مجرد ان هي شكلها حلو كبدايه. وفكره جميله جدا والله، ربنا يخلي حضرتك. طب عشان نشوف بس الحاجه متداريه كده، متداريه خالص. ودي شنط برضك، دي شنط. طب انا حاسه ان الشنطه بتبقى تقيله يعني. لا هو الخيوط بس الايد جواها هي اللي الخيوط بتفرق صح؟ يعني الخيوط بتفرق يعني. الشنط مثلا يعني الحاجات الصغننه زي ما احنا شايفين كده. أيوة. خفيفه يعني عشان الطفل وعشان كده. ده زعبوط النونو. ودي تمام. في يا جماعه انا من كتر الحاجات يا جايبه حاجات كتيره طبعا. فده جوانت صح؟ ايوه تمام. اللي واشكال تحفه يعني. دي موضه بقى يعني، احنا بنقول دايما ان مفيش موضه، لا احنا بنعمل يعني. انت بتعملي لنفسك موضه. انا باي كرتون او اي حاجه عايزه اعملها ممكن انفذها من كروشيه عادي يعني. ايدك معايا يعني، ايدك معايا يا جماعه. معانا مداخله تليفونيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه اميره اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ انا جوز الشيف نوال عبد الجواد معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيف. ازي حضرتك؟ والله هو حضرتك شيف برضك معانا ولا ايه؟ يعني ليك في الاكل والطبيخ. صاحب مكتب مؤمن للرحلات. اه تمام تمام. انا بحسب العيله كلها شيف يعني. لا هو اللي اهلا بحضرتك. هو اللي بيشجعني برضه بيقول ان اكلاتي كويسه، وهو شجعني ان انا اعمل كده بجد يعني. منور معانا والله، منور. تحب يعني انا معاك والناس بتاعت الجميل والجميل ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. متشكره لحضرتك جدا. حابب تقول لها ايه بقى على الهوا كده والنهارده اول رجب؟ لا احنا مستمعين كده يعني. يعني بيعيد عليكي. كل سنه وانت طيب يا رب. بيعيد عليكي يا رب يكرمك. الله يخليك. متشكره جدا لمكالمتك، واكيد فرقت معاك المكالمه دي طبعا. اكيد طبعا. يعني ربنا يخليهولك. الله يخليك. وكل سنه وانتم طيبين بعيد الحب برضك يعني. اللهم عيد علينا ايام بالخير يا رب. اللهم متشكرين جدا على الاتصال. وده برضك شوفوا. لا انا ده الاشكال والالوانات بتاعته. وده ايوه دي مقلمه، وده برضك نفس دي مقلمه. الله شكلها جميله. وده كمان الله جميل، اشكالاتها جميله وتحفه. تمام. دي هاتي دي. ايوه يعني انا شفت حتى الحاجه ازاي يعني بجد. اشكالات جميله وحاجات تصميمات حلوه خالص. ودي هديه بسيطه لحضرتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انتوا بتفاجئوني ليه يا جماعه كده؟ انا شوف برضو كل مفاجاه. ايوه واحمر وعيد الحب بقى. يعني بتهدينا. حبيبتي وانت طيبه وصحه وسلامه يا رب. ربنا يخليك يا رب يعني بجد. لونها جميل ورائع وعليها الطماطم يعني. عايزه قولي اسم البيج بتاعتك. هاند ميد، هو مكتوب على الفيديو يعني. كمان ده يا نهار ابيض. كمان ميداليه كمان بالاحمر والطماطم. تسلمي لي يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي وسنه سعيده ان شاء الله عليكي ومن نجاح وتفوق باذن الله. واشوفك احسن واحده في الستايلات وفي الكروشيه وان شاء الله باذن الله. عام سعيد. تحبي تقولي ايه في اخر حاجه بقى ان شاء الله؟ احب اقول ايه؟ الشكر. احب اشكر بابا المره الثانيه ان هو وصلني اللي انا فيه ده دلوقتي. واحب ان انا اشكر عيلتي واهلي واصحابي اللي وقفوا جنبي كلهم وشجعوني. واحب اعرفي برضك الناس ان في هدايا. شكرا لله يا حبيبه قلبي. في هدايا ان شاء الله. هنعمل مسابقه على البيج لكل متابعين البرنامج دلوقتي. ايوه وان شاء الله يعني انتظرونا على البيج. هنعمل مسابقه على يعني بعض الشغل دوت ان شاء الله باذن الله. يكون هدايا جميله من اللي احنا شفناها. وان شاء الله باذن الله معانا فقره ثانيه من فقرات بيت اميره. انتظرونا، اوعوا تروحوا في اي حته. استنى.